اهلا وسهلا، نواصل صباح الشروق وجلساتنا الحواريه المباشره في مجالات متنوعه ومختلفه، حرصا منا على اثراء المحتوى الثقافي في السودان. الحراك الثوري اللي شفناه في الفتره الاخيره كان حراك برضو على كثير من المناشط. قديما كان عنوان السهرات اين تسهر هذا المساء لدور العرض السينما، الافلام اللي كانت بتعرض لاول مره في الخارج كانت تعرض ايضا بالمقابل في السودان. بسبب ظروف السودان القاسيه وبسبب ايضا المحاربه اللي شفناها للشباب وللسينما، بدت دليل العافيه في الفتره الاخيره نشوف كثير من الافلام السودانيه المشاركه خارجيا وداخليا، وبقينا نشوف برضه السودان حاضنه لدول افريقيا المختلفه في السودان حتى يعرضوا كثير جدا من الافلام ويكون في تبادل ثقافي وتشبيك ما بين المثقفين والمبدعين في السودان. نحن سعداء صباحا نرحب بالممثل والشاعر والمبدع في مجالات متعدده ما شاء الله، ابداع يمشي على قدمين، استاذ محمد الطيب حسين المنسق الاعلامي لايام السينما الافريقيه. اهلا بك، صباح الخير. يا مرحبا، صباح النور، ومرحبا بكل المتابعين لقناه الشروق ولصباح الشروق، ونتمنى انه المساحه دي نقدر نعكس فيها ايام السينما الافريقيه بحيث انه الناس تتشجع وتمشي تحضر ما تبقى من العروض. بالتنوع والزي اللي انت لابسه بيمثل عن عمق الحضاره الافريقيه كمان. نشاهد بروموشن عن شغل السينما الايام الافريقيه، ومن ثم نعود حتى ننفصل اكثر في الحوار. مشاهدينا تابع. هذا فيلمكم الذي اخترتوه عشان ما افعش فيكم يجي يقول لها فيلم كعب. أصل مشوارنا الصباحي المباشر، تحدثنا عن السينما الإفريقية وهي طبعا تاريخ ثمانينيات القرن الماضي، مناشط مختلفة، ولكن لظروف نحن بنعيشها وبيعيشها المحيط برضه بيكون في عام احتفاء مع مصادفة اليوم العالمي للسينما الإفريقية، ولكن بيتستمر المناشط نظرا للكم الكبير من الأفلام المنتجة محليا وإقليميا. رحب بك مرة ثانية يا محمد، صباح الخير. مرحبا. المشاهد اللي بتابعنا الآن بعد تابع البروم عايز يعرف فكرة عامة عن السينما أيام السينما الإفريقية، كده عرفنا قبل ما نجي للتفاصيل. تمام. أيام السينما الإفريقية هي تظاهرة ثقافية بينظمها جماعة الفيلم السوداني ونادي السينما السودانية، ويوم 12 أكتوبر هو اليوم العالمي للسينما الإفريقية. في العام 1986 اقترحت منظمة الوحدة الإفريقية باقتراح من سينمائيين أفارقة وسينمائيين من كينيا بأنه يوم 12 أكتوبر يكون اليوم العالمي للسينما الإفريقية، وتمت الموافقة على المقترح ده. من 87 ولحد يوم الليلة في كل سنة على حسب الظروف وعلى حسب الإمكانيات الجماعة ونادي السينما بينظموا أيام السينما الإفريقية. التظاهرة بتشمل غالبا عروض لأفلام على حسب الشعار، يعني كل سنة بيكون في شعار محدد وعلى ضوء بيتم اختيار أفلام من إفريقيا بناء على الشعار بتاع العام. اختيار والإنتاجة يعني بناء على المسمى الشعار بيتم اختيار الافلام، ولا الافلام بتنتج على اساس الشعار يعني؟ طيب، اصلا جماعه الفيلم السوداني ونادي السينما كل سنه بتختار لجنه وبتشاهد مجموعه كبيره من الافلام اللي تم انتاجها سابقا، لانه طبعا عشان ننتج افلام وافلام
تكون بناء على المقترح بتاع الشعار في سنة واحدة الحاجة بتكون صعبة. خصوصا بالظروف بتاعت الإنتاج عندنا هنا في السودان يعني وحتى ما في السودان في إفريقيا بشكل عام. فاللجنة بتشاهد مجموعة من الأفلام اللي هي عندها علاقة بالثيم أو الشعار بتاع العام وبعد ذلك بتبدأ تتواصل مع المنتجين ومع المخرجين بتاعين الأفلام بحيث أنه تأخذ الحق بتاع عرض الأفلام دي للجمهور السوداني لأنه أيام السينما الإفريقية بتهتم بأنه المشاهد السوداني يتعرف على المنتج السينمائي الإفريقي فبتكون المشاهدات مجانا والدخول بيكون مجانا كل عام. يعني انت ركزت في نقطه بس نفصل فيه عشان توضح اكثر للمشاهد بخصوص الاختيار المحكمين من السودان ولا بطريقه مشتركه افريقيه يعني. السودان مرات بيحصل انه بتجي مقترحات بتاعه افلام من ناس خارج اللجنه بعد ذاك اللجنه بتقعد وبتشوف المقترحات بتاعه الافلام. دي سانحة كويسة لأنه أنا عايز أشكر المكتبة الفرنسية المكتبة السينمائية الفرنسية في باريس هي ساعدتنا شديد السنة دي في أنه نختار الأفلام وهي تواصلت مع المخرجين بتاعين الأفلام اللي اتعرضت السنة دي بحيث أنه تدينا الحق بتاع النشر. زي ما أنا قلت أنه اللجنة هي بتشوف مجموعة كبيرة من العروض وبتختار بعد ذاك العروض دي. اللجنة هي بتتكون من نادي السينما السوداني ومن جماعة الفيلم السوداني اللي هم ناس سودانيين وسينمائيين عندهم نظرتهم وعندهم حتى مكانتهم في السينما الإفريقية يعني. أستاذ محمد إحنا المسمى فضفاض سينما الجيران جيران المحيط لنا ولا الاسم أعمق من ذلك يعني؟ طيب في أفريقيا القضايا بتاعت الإنسان الإفريقي والهموم بتاعته وحتى الآمال والطموحات إلى حد ما متشابهة في كل بقاع إفريقيا حتى يعني الحدود الموجودة حاليا بين الدول هي حدود اترسمت بعد ما جاء المستعمر يعني أصلا الإنسان الإفريقي متداخل والشعوب والثقافات هي متداخلة مع بعض عشان كده جاء المسمى بتاع سينما الجيران لأنه القضايا اللي بتتعرض في الأفلام أو بتتعرض في الإنتاج السينمائي هي قضايا متشابهة وفيها تقاطعات كثيرة يعني. السنة دي مثلا الشعار بتاع السنة شرقي أفريقيا في أفلام من الصومال ومن أثيوبيا ومن السودان واللي هي الثلاثة دول دي يعني ممكن نقول إنه بتتشارك نفس الإشكالات بتاعت إنه مرت بفترات من الحكم الشمولي والديكتاتوري وكان بيتم فيها محاربة الفنون والمثقفين وخلافه يعني. بنلقى إنه برضو كان في تقاطعات تانية زي الإشكالات بتاعت الحروب الأهلية الموجودة سواء كانت في الصومال ولا السودان ولا أثيوبيا. فالمسمى بتاع سينما الجيران لأنه نحن حتى دايرين نشوف جيراننا من الشعوب التانية في أفريقيا ونتعرف عليهم بشكل أفضل عن طريق الإنتاج السينمائي. مرات السياسة هي لعبة المصالح يعني وكل المحاور بتكون سياسية تبع بلدان معينة على حسب الطابع السياسي أو تواصلها في المصالح المشتركة يعني. ولكن الأدوار الاجتماعية بالذات السينما هي تصلح ما أفسدته السياسة. فمن خلال المشاركات اللي انتوا شفتوها والأفلام بتشوفوا مدى الأفلام الإفريقية والتواصل ده هل ممكن يكون تواصل أبعد من السياسة يقرب ولا يفرق؟ السينما هي في الأساس يعني ما بتقدر إنك تفصل من الواقع الإنساني بشكل عام سواء كان سياسي ولا ثقافي ولا اقتصادي ولا خلافه من القضايا. لكن المهمة الأولى بتاعت السينما ما إنه يعرض واحدة من المشكلات دي، المهمة الأولى بتاعت السينما إنه يعرض الإنسان وحياته اليومية العادية يعني حتى الأفلام اللي هي اتعرضت السنة دي ولسه في جزء منها حيتعرض في مقبل الأيام هي أفلام بتركز على إنه تعرض الهموم بتاعت الإنسان يعني. بعد ذاك الهموم دي ممكن تكون سياسية ممكن تكون ثقافية ممكن تكون خلافه. الأهم من كده إنه الأفلام دي بتحاول إنه تعرض ثقافات نحن ما قاعدين نشوفها أو نحن ما منتبهين لها يعني التواصل يعني الاجتماعي اللي أنت ممكن تقول يعني عليه تقرب وتوحد أكثر القارة الإفريقية اللي أصبحت الآن هي بوابة لدول خارجية عايزة تستغل المصالح الإفريقية. ممكن إحنا نوحد إفريقيا كقارة ونوحد السودان كقارة أكبر كمعبر لدول إفريقيا. طيب نتكلم عن الأفلام المشاركة هل في عدد معين حتى على مستوى القارة الإفريقية وشنو أبرز الدول المشاركة معكم هنا؟ أنا زي ما تكلمت قبل شوية إنه الثيم أو الشعار بتاع السنة ده هو شرقي أفريقيا وبتتعرض أفلام من الدول بتاعت شرقي أفريقيا يعني اللي هي الصومال وأثيوبيا والسودان يعني.
الأفلام في 5 أفلام سودانية، 3 منها أفلام قصيرة، فيلم حفنة التمر للمخرج هاشم محمد صالح، وفيلم إنسان للأستاذ والمخرج السينمائي إبراهيم شداد، وفيلم المحطة للأستاذ الطيب مهدي. دير الأفلام القصيرة في فيلمين طوال، الفيلم الطويل الأول فيلم أبو حراز وهو من إنتاج بولندي لكن تم في السودان، بيحكي عن منطقة أبو حراز في شرق السودان وكيف إنه الإنسان بيرتبط بالأرض بتاعته، حتى لما تحصل له كوارث بيئية بيكون لسه الارتباط موجود بها، وبيتكلم عن التهجير يعني. الفيلم الخامس هو فيلم الحديث عن الأشجار، فيلم للمخرج السوداني صهيب قسم الباري، تم إنتاجه في العام 2019 وفاز بالعديد من الجوائز حول العالم، يعني فاز بجائزة الجمهور في مهرجان برلين، مهرجان رقم 69، وصنف من أفضل 20 فيلم حول العالم في العام 2019. يعني دي الأفلام السودانية. الأفلام اللي في فيلمين أثيوبيات، فيلم حمل وفيلم تيزا، وفي فيلم صومالي هو فيلم زوجة حفار القبور، واللي هو تعرض في الافتتاح في يوم 11 نوفمبر في مركز أم درمان الثقافي. الدهشة دائما على طول يعني بنشوفها في التنوع بتاع السودان، في بيئته، في مناخه، في إنسانه الخلاق يعني. عشان كده بيجينا نشوف إنه في منتجين من الخارج بشركاء مع الممثلين في السودان بيحاولوا على قدر الإمكان ينتجوا أفلام سودانية بتفوز خارجيا، فده التحدي بالنسبة لرأس المال في السودان. برأيك ليه بتخوف دائما من فكرة انه ينتج افلام، لانه كثير من البلدان هي تنمو باقتصادها من السينما نفسها يعني؟ يعني هو اذا ممكن نتكلم عن المشاكل اللي قاعد تواجه الانتاج في السودان ممكن نقسمها لاثنين بشكل كبير. يعني في المشكلة الاولى اللي هي مرتبطة بالدولة ذاتها، اللي هي انه في فترات سابقة كان وزارة الثقافة عندها قسم مهتم بالسينما وبيعرض السينما وكده، وحتى كان بيستجلب أفلام من برا. الحاجة دي خلت إنه جزء من السينمائيين يكونوا مركزين مع إنه الدولة مفروض إنه تهتم بالحاجة دي، وحقيقة الدولة محتاجة إنه تركز مع السينما لأنه واحدة من الأدوات بتاعت الفنون الأساسية اللي بتعرض السياحة وبتعرض الثقافة وبتعرض التنوع الإنساني هي السينما يعني. فالمشكلة الأولى لأنه الدولة ما عندها التركيز أو الاهتمام الكافي بالسينما. المشكلة الثانية اللي هي تكلمت عنها القطاع الخاص، يعني في رأيي إنه القطاع الخاص ممكن يكون واحدة من الحاجات المخوفة. هو الفكرة بتاعتي إنه أصلاً ما في دور عرض، يعني لأنه أنت إذا أنتجت إنتاج بتاع أفلام محتاج لدور عرض عشان أنت تقدم الأفلام دي، وفي النهاية المنتج هو زول بيكون عنده حسابات قروش، بيكون محتاج لأرباح، فمحتاج لدور عرض عشان يقدر يقدم فيها الـ 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 الأفلام اللي بيتم إنتاجها. حالياً في جزء من الشباب هم متجهين لأنه حتى القطاع الخاص يتعاملوا معه بشكل مختلف، يعني بحيث انهم هم يشاركوا في مهرجانات، لانه المهرجانات الفرص بتاعتها ممكن تكون افضل من القطاع الخاص، ممكن تحصد فيها جوائز وتحصد فيها مال كويس يعني، يشجع ذات الممثلين. طيب في محور اخر نتكلم عن نشاطكم وفي حفل اليوم الختامي اللي حيكون يوم الجمعه، شنو ابرز المخططين له حيكون فيه يعني؟ طيب اليوم الختامي حيكون في مركز أم درمان الثقافي، ويعني من هنا أنا حابب أرسل تحية شكر لكل التيم الموجود في مركز أم درمان الثقافي واللي هو واقف على التظاهرة بتاعة أيام الثيم الأفريقية، التيم بتاع من لجنة الاختيار للأفلام، التيم بتاع التنظيم، وحتى المتطوعين اللي هم شاركوا معنا. اليوم الختامي حيتعرض فيه فيلم الحديث عن الأشجار، وهو فيلم سوداني مهم جدا بيحكي قصة 4 من السينمائيين القدامى اللي هم الأستاذ إبراهيم شداد والأستاذ الطيب مهدي والأستاذ منار الحلو والأستاذ إبراهيم سليمان، وفي محاولتهم لإحياء دور العرض السينمائي في 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 منطقة الخرطوم. الفيلم زي ما قلت حصد العديد من الجوائز لكن ما لقى حظه من المشاهدة في السودان، فدي فرصة كويسة وسانحة مناسبة جدا لأنه الناس تجي وتحضر فيلم الحديث عن الأشجار، وأتمنى أن حضور الناس يكون مناسب. بالإضافة لكده في معرض أصلا استمر من يوم الافتتاح، معرض للمعدات السينمائية ولإصدارات وكتب جماعة الفيلم السوداني، حيكون مستمر لحد اليوم بتاع الختام. أتمنى أن الناس تجي وتحضر وتستمتع بالعروض. الدخول بدون الدخول مجانا طبعا يعني. دي برضو أنه شجع الناس عشان يعرفوا ويشوفوا بعينهم عشان برضو يستمروا، حتى تشجيع
بالنسبة للشباب في الفترات الجاية. طبعا الدخول مجانا والعرض بيبدأ الساعة 7 مساء. في عروض الليلة شغالة في هيكون في مركز الجنيد في عرض وفي مركز أم درمان الثقافي. وياريت إنه الناس تتابع صفحة مركز أم درمان الثقافي وجماعة الفيلم السوداني عشان تعرف التحديثات اللي حتحصل. وده بالنسبة للمشاهدين الروتين اللي احنا بنجينا نشوف الفترة الأخيرة في مناشط معين واهتمامنا برضو في سهراتنا. ننتقل لجانب آخر ثقافي ممكن نستفيد منه ونتعرف على جوانب مختلفة. احنا مقدرين جدا أستاذ محمد الطيب حسين المنسق الإعلامي لأيام السينما الأفريقية. شكرا كتر خيرك وموفقين إن شاء الله ونحن دائما معاكم في التشبيك. شكرا. إن شاء الله تسلم. شكرا.